بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي المعصوم قبل النبوة وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدا وخطأ وسهوا سرا وعلانية ظاهرا وباطنا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن للإمام أبي الحسين علاء الدين علي بن محمد الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال المؤلف رحمه الله: سبب نزول هذه الآية أنه كان في ابتداء الأمر بالصوم إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها، يعني إذا أذن المغرب ونام ولم يأكل ثم استيقظ قبل أذان العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع. أفطر على شربة ماء ثم صلى المغرب ثم نام واستيقظ قبل أذان العشاء، كذلك حرم عليه الطعام والشراب والجماع. فإذا صلى أو رقد حرم عليه ذلك كله إلى الليلة القابلة، إلى أذان المغرب في اليوم الثاني. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه واقع أهله بعدما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعتذر إلى الله وإليك من هذه الخطيئة، إني رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاء فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي فجامعت أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت بذلك جديرا يا عمر، يعني لو أن غيرك فعل هذا لقلنا فلان ضعيف، أما أنت عمر صدر منه مثل هذا، يعني شيء عجيب. فقال رجال فاعترفوا بمثل ذلك. إذا ما كان عمر لوحده، كان كثير من الصحابة يفعلون، ولكن كانوا إيه؟ متسترين. فلما اعترف الفاروق رضي الله عنه تشجعوا فاعترفوا، فاعترفوا بمثل ذلك، فنزلت في عمر وأصحابه: أحل لكم، أي أبيح لكم، ليلة أراد أحل لكم ليلة، أراد بالليلة الليالي، أو أراد بالليلة ليالي الصيام، ليس ليلة واحدة وباقي الليالي ممنوعون، لا، محظور عليكم، لا، أراد بالليلة الليالي، ليالي رمضان كلها، أراد بالليلة ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كلام يستقبح لفظه، يعني في العلن، كلام معيب، عيب قبيح أن تتحدث به أمام الناس، يعني فلان مثلا نام مع زوجته، قبيح، عار، عيب، إثم عظيم أن يتحدث أمام إخوانه وأصدقائه أنه فعل بالأمس كذا وكذا وكذا مع أهل بيته، هذا عيب، هذا شرعا لا يجوز، هذا القبيح. إذن كلام يستقبح لفظه من ذكر الجماع ودواعيه. وللأسف هذا من يعني الآن يوجد هذا الكلام،
يعني يصبح الرجل وقد أفضى إلى زوجته وأفضت إليه، يتحدث ربما مع أصدقائه، مع أقاربه، مع خلانه عما جرى بينه وبين زوجته فلان، يتحدث إلى غير ذلك. هذا كله من الإثم والقبيح، وهذا من الرفث الذي لا ينبغي أن يصدر من مسلم أبدا. قال: وهو كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله تعالى حيي كريم يكني فما ذكره من المباشرة والملامسة وغير ذلك إنما هو الجماع. هن لباس لكم أي سكن لكم، النساء سكن لأزواجهن. إذن الأصل أن المرأة هي السكن لزوجها في البداية. وأنتم هن لباس لكم أي سكن لكم، وأنتم لباس لهن أي سكن لهن. قيل: لا يسكن شيء إلى شيء كسكون أحد الزوجين إلى الآخر. وسمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد. وقيل: اللباس اسم لما يواري، فيكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل. فالرجل كي لا يقع فيما حرم الله يلجأ إلى زوجته، والزوجة كذلك كي لا تقع فيما حرم الله تلجأ إلى زوجها. كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرث، فقد أحرز ثلثي دينه. وكذلك جاء في الحديث: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي، والحديث عند الطبراني وغيره. علم الله أنكم تختانون، لاحظ، إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، يعني نصف الدين حصل بالنكاح، حصل بالنكاح. إذن كم هذا النكاح هو ضروري للرجل وضروري أيضا للمرأة، فلا يعزف ولا يترك النكاح إلا إنسان مريض، إلا إنسان مريض مشكوك في أمره. طبعا هذا خلال، إلا إذا كان يعني من الزهاد وشيء آخر، هذا شيء آخر، يعني أن يعزف عن الدنيا زهدا فيها. قد يعني يترك الإنسان الزواج لأنه منشغل بطلب العلم، بالدعوة إلى الله، هذا شيء آخر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال ابن عباس: يريد فيما ائتمنكم عليه. وخيانتهم أنهم كانوا يباشرون في ليالي الصوم، والمعنى يظلمونها. تختانون أنفسكم، تظلمون أنفسكم بالمجامعة بعد العشاء، وهو من الخيانة. وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي فيه الأمانة، ويقال للعاصي خائن. لماذا؟ قال: لأنه مؤتمن على دينه، فإذا ما وقع في المعصية فقد أحدث ثلمة في دينه ونقصا في دينه الذي سلمه الله إياه كاملا، فالمعصية تنقص هذا الدين. لذلك كان خائنا، لم يرعى الأمانة التي استودعها الله عنده بين يديه. لو استحضر الإنسان هذا المعنى وصاحبه هذا المعنى ربما حجزه عن كثير من الذنوب والآثام. لو استحضر المؤمن أن المعصية التي يفعلها هي خيانة منه لأمانة الله لديه،
ما هي أمانة الله لدي؟ ديني. أمانة الله لدي إنما هو ديني. فإذا ما أحدث معصية فقد أحدث شرخا ونقصا في دينه، لذلك كان العاصي خائنا لله. فتاب عليكم، أي فتبتم فتاب الله عليكم وتجاوز عنكم وعفى عنكم، أي محى ذنوبكم. وفي صحيح البخاري عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، بمعنى أنهم كانوا يجامعون نساءهم في ليالي رمضان. فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الآية. قال ابن عباس: فكان ذلك مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. فالآن باشروهن، أي جامعوهن، فهو أي الجماع حلال لكم في ليالي الصوم. قال: وسميت المجامعة مباشرة لتلاصق بشرة كل واحد بصاحبه، بشرة الزوجة تلاصق بشرة زوجها، وبشرة الرجل تلاصق بشرة زوجته. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما قضى لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد. الغرض من الزواج والجماع إنما هو الولد الصالح، هذا هو الغرض من ذلك. وقيل: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقيل: اطلبوا ليلة القدر، يعني وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ابحثوا وارصدوا واطلبوا ليلة القدر. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت في صرمة بن قيس ابن صرمة الأنصاري، ويقال قيس بن صرمة، وذلك أنه كان ظل يعمل في أرض له وهو صائم، فلما أمسى رجع إلى أهله بتمر وقال لأهله: قدمي الطعام. فأرادت المرأة أن تطعمه شيئا ساخنا، فأخذت تعمل له ذلك، فلما فرغت فإذا هو قد نام، وكان قد أعيا من التعب، فأيقظته، فكره أن يعصي الله ورسوله، كره أن يأكل وأن يشرب بعدما نام، لأن الأكل والشرب الآن محرم، وأبى أن يأكل، وأصبح صائما مجهودا، فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه. فلما أفاق أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: يا أبا قيس، ما لك أمسيت طليحا؟ فذكر له حاله، فاغتم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصاب النبي الغم لأجل هذا الصحابي وما حل به من الجوع والعطش. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقوله طليحا، أي مهزولا مجهودا. وفي صحيح البخاري عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر
لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته نائما قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعنى الآية: وكلوا واشربوا في ليالي الصوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بياض النهار يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه بياض النهار من سواد الليل. وسميا الليل والنهار خيطين، ليه؟ قال: أن واحد كل منهما يبدو في الأفق مع بدايته، يعني يبدو كالخيط ممتدان كالخيط. قال الشاعر: فلما أضاءت لنا سدفة ولاح من الصبح خيط أنار. لاحظ، قال: ولاح من الصبح خيط. فهذا التعبير كان مستعملا عند العرب. قال: السدف اختلاط الظلام، وأسدف الفجر أضاء. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل بعد قوله تعالى من الفجر، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى تتبين له رؤيتهما. يعني أخذا بظاهر اللفظ على حقيقته، وليس من يعني ما حملوه على أنه من الكناية أو من المجاز. قال: ولا يزال يأكل حتى تتبين له رؤيتهما. فأنزل الله عز وجل بعده: من الفجر. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وفي الصحيحين عن علي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي. يعني حتى فيما لم أكن أرى، حتى يعني طلع الفجر وما رأيتهما. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فاللفظ إذن ليس على الحقيقة. الله. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، الأذان الأول يعني قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الثاني كان يفعله ابن أم مكتوم عند طلوع الفجر. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، فحينئذ يعني يؤذن. قال: واعلم أن الفجر الذي يحرم به على الصائم الطعام والشراب والجماع هو الفجر الصادق المستطير
المنتشر في الأفق سريعا، لا الفجر الكاذب المستطيل. وتعلمون أن الفجر الكاذب يخرج هكذا بشكل طولي من جهة المشرق ويعقبه ظلمة شديدة، ثم بعد 3 درجات يطلع الفجر الصادق الذي نوره ضياؤه يشمل، يخرج بشكل طولي من المشرق هكذا، ثم يمتد إلى جهة الشمال وجهة الجنوب وينسحب انسحابا بشكل طولي. الله. واعلم أن الفجر الذي يحرم به على الصائم الطعام والشراب والجماع هو الفجر الصادق المستطير المنتشر في الأفق سريعا، لا الفجر الكاذب المستطيل. فإن قلت كيف شبه الصبح الصادق، الفجر الصادق يعني، كيف شبه الصبح الصادق بالخيط؟ والخيط مستطيل، والصبح الصادق ليس بمستطيل، وإنما هو مستطير من جهة الشمال إلى الجنوب. قلت إن القدر الذي يبدو من البياض هو أول الصبح يكون رقيقا صغيرا ثم ينتشر، فلهذا شبه بالخيط. والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الكاذب يبدو في الأفق فيرتفع هكذا إلى السماء، إلى منتصف السماء مستطيلا، ثم يضمحل يزول تدريجيا ويذهب، ثم يبدو الفجر الصادق بعده منتشرا في الأفق مستطيرا. وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، وأشار بيده حتى يستطير هكذا، كأنه قال: ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، إيه؟ حتى يستطير هكذا. لاحظ، حتى يستطير هكذا يعني من الشمال إلى الجنوب. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. وفي رواية الترمذي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. فإذا تحقق طلوع الفجر الثاني وهو الصادق حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس، وهو قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني منتهى الصوم إلى الليل، فإذا دخل الليل حل الفطر. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لاحظوا أحبابنا، الآن على فرض المشرق، المغرب من هنا، المغرب من هنا، والشروق من هنا على فرض، فعندما تغرب الشمس، تغرب الشمس من هنا، يكون الظلام مشتدا في جهة المشرق، لأن الشمس صارت إيش؟ بعيدة. فإذا أتى الأقبل الليل من هنا وغربت الشمس من هنا، إيه؟ فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهل يلزم الصائم أن يتناول عند تحقق غروب الشمس شيئا؟ هل يجب عليه بمجرد ما غربت الشمس، هل يجب عليه أن يفطر أم لا؟ قال: فيه وجهان قولان، أحدهما أنه يلزم ذلك، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم
أنه يكره عليه أن يبقى صائما ما دام غلب على ظنه أن الشمس قد أغربت أو قد غربت. يلزم أحدهما، نعم يلزم ذلك لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والثاني لا، لأنه قد حصل الفطر. لاحظ قول الثاني ماذا يرى؟ لأنه قد حصل الفطر بمجرد دخول الليل، دخل الليل فأنت الآن صرت مفطرا سواء أكل أو لم يأكل. وتمسكت الحنفية بهذه الآية في أن الصوم النفل يجب إتمامه، وقالوا لأن قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل أمر وهو للوجوب، وهو يتناول كل الصيام. طبعا الأصل عند الحنفية ليس هذه الآية، وإنما هي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا الأصل، ولكن يتقوى هذا الأصل بمثل هذه الشواهد الآيات. أجاب أصحاب الشافعي عنه، عن هذا النص الذي فيه أمر، بأن هذا إنما ورد في بيان هذا النص وأتم الصيام وأتم الصوم ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا النص قال الشافعي إنما هو جاء في بيان حكم الصيام في رمضان، يعني في حكم الصيام الفرض، وبالتالي لا علاقة لصيام النفل، هكذا قال. فكان المراد منه صوم الفرض، ويدل على إباحة الفطر من النفل ما روي عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقال فقلت يا رسول الله أهدي لنا حيس، قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. أخرجه مسلم. الحيس هو خليط أو هو خلط الأقط والتمر، أو خليط الأقط والتمر والسمن، وقد يجعل عوض الأقط دقيق أو فتيت، وقيل هو التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق، والأول أعرف. قوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف هو الإقبال على الله تعالى والملازمة له على سبيل التعظيم. الاعتكاف هو الإقبال، هو الإقبال على الشيء، عفوا، هو الاعتكاف والإقبال على الشيء، أن تقبل على الشيء وأن تلازمه، ولكن هذا الإقبال وهذه الملازمة إنما هي على سبيل التعظيم، أنت قد تقبل على الشيء وقد تلازمه، ولكن على سبيل العقاب أو التأنيب أو الاستهزاء أو السخرية، فلا يسمى اعتكافا. فالاعتكاف هو الإقبال على الشيء والملازمة له على سبيل التعظيم، وفيه معنى الحبس. إذن فيه معنى الحبس، الأصل في الاعتكاف لغة قال العلماء هو الحبس. قال وهو في الشرع عبارة عن الإقامة في المسجد على عبادة الله تعالى، يعني على نية عبادة الله عز وجل. وسبب نزول هذه الآية أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في المسجد، فإذا عرض لرجل منهم حاجة إلى أهله خرج إليها وخلى بها ثم اغتسل ورجع إلى المسجد، فنهوا عن ذلك حتى يفرغوا من اعتكافهم، ممنوع أن تقرب أهلك حتى تنتهي من الاعتكاف. قال واعلم أن الله تعالى بيّن أن الجماع يحرم على الصائم بالنهار ويباح له في الليل، فكان يحتمل أن يكون حكم الاعتكاف
كحكم الصوم. يعني كما أن الرجل يحرم عليه أن يقرب زوجته، يحل له أن يقرب زوجته ليلا حالة كونه غير معتكف، كذلك ربما يفهم أنه يباح له أن يقرب زوجته ليلا حالة كونه معتكفا. قد يظن أن الحكم واحد، فلذلك قال: فبين الله تعالى في هذه الآية أن الجماع يحرم على المعتكف في النهار والليل حتى يخرج من اعتكافه، حتى يتم المدة التي نوى الاعتكاف فيها. قال: فصل في حكم الاعتكاف. قال: الاعتكاف سنة ما لم يكن منذورا، فإذا كان منذورا صار واجبا. الاعتكاف سنة ولا يجوز، الاعتكاف لا يصح، يعني الاعتكاف في غير المسجد، وذلك لأن المسجد يتميز عن سائر البقاع بالفضل، لأن المسجد بني لإقامة الطاعات والعبادات فيه. ثم اختلفوا، فنقل عن علي، إن أول شيء بالإجماع الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد بالنسبة للرجال. ثم اختلف العلماء ما هو المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فنقل عن علي رضي الله عنه أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد الحرام، لقوله تعالى: وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فخصه به، خص الاعتكاف بالمسجد الحرام. وقال عطاء: لا يجوز يعني الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والنساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في مسجد المدينة، فدل ذلك على صحة الاعتكاف فيه. وقال حذيفة: يجوز في هذين المسجدين ومسجد بيت المقدس. وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع، يعني إلا في المسجد الجامع، في كل المساجد، ولكن بشرط أن يكون المسجد الجامع الذي يصلي فيه الخليفة إماما، تقام فيه الجمعة يعني. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا في مسجد له إمام ومؤذن، أي مسجد يجوز الاعتكاف فيه بشرط أن يكون لهذا المسجد إمام ومؤذن. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يجوز يعني الاعتكاف، يجوز الاعتكاف في سائر المساجد لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، إلا أن المسجد الجامع أفضل، حتى يعني كي لا يحتاج إلى الخروج من معتكفه لصلاة الجمعة. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال فروع: الأول، يجوز الاعتكاف بغير صوم، والأفضل أن يصوم معه، وهذا مذهب الشافعية. وقال سيدي أبو حنيفة رضي الله عنه: الصوم شرط في الاعتكاف، لأن أقل الاعتكاف عند سيد أبي حنيفة يوم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يصح الاعتكاف عنده إلا مقرونا بالصوم، وهذا تعرفونه. وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في الاعتكاف، ولا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، إلا به. وحجة الشافعي ما روي عن ابن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. أخرجه في الصحيحين.
ومعلوم أنه لا يصح الصوم في الليل. هذا الفرع الأول، وهو جواز الاعتكاف بغير صوم عند الشافعية، وعدم صحة الاعتكاف بدون صوم عند سيد أبي حنيفة. الفرع الثاني، لا يقدر للاعتكاف زمان عند الشافعي وأقله لحظة، يعني المسجد له بابان، أردت أن تدخل من باب وتخرج من باب آخر، ففي البداية قلت نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه حتى خرجت من الباب الثاني، يكتب لك أجر الاعتكاف وأجر العبادة والطاعة في هذا المسجد خلال مرورك فيه، فأقله لحظة عند الشافعية ولا حد لأكثر الاعتكاف عندهم. فلو نذر اعتكاف ساعة عند الشافعية صح نذره، ولو نذر أن يعتكف مطلقا قال إن شفى الله مريضي لأعتكفن في المسجد، قال يخرج من نذره باعتكاف ساعة، هذا عند الشافعية، وهذا يعني مخرج حسن، هذا مخرج حسن، جميل هذا الكلام سبحان الله. قال الشافعي وأحب أن يعتكف يوما، يعني من نذر نذرا مطلقا بالاعتكاف لئن شفى الله مريضي لأعتكفن. قال الشافعي أحب أن يعتكف يوما، وإنما قال ذلك للخروج من الخلاف، فإن أقل زمن الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم، بشرط أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمس. الفرع الثالث، نقف عند الفرع الثالث، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.